السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا وبحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كورة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. من امبارح وانا شايف على السوشيال ميديا موضوع اولاد رزق، الموضوع ده الحقيقة انا مندهش منه جدا، حالة من الغضب والزعل والشياط موجودة على السوشيال ميديا، وانا مش هتكلم عليها كتير ومش هعلق عليها. يعني المستشار تركي آل الشيخ اللي هو رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الهيئة أو الشركة اللي هي أنتجت الفيلم لموسم الرياض، تمام، حط اسم القضية ممكن على فيلم أوراد رزق الجزء الثالث اللي موجود في السوق حاليا أو في السينمات دلوقتي، ومحقق على فكرة إيرادات عالية جدا جدا جدا. فالراجل فكر فكرة خارج الصندوق هو والناس اللي معاه، تمام، إن هم حبوا إيه، بما ان يعني الفيلم عليه اسم القضية ممكن، فاستغل الاسم وعمل اعلان للفيلم بنجوم النادي الاهلي، وهو اعلان بدليل، وهقول لكم الدليل دلوقتي ان هو اعلان ليس اكتر من ذلك. يعني أفشا ومحمد عبد المنعم وامام عاشور ومعاهم المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر، ليه بقول لكم ان هو اعلان مش القصد بقى ان هو قضية ممكن بتاعة 2020 والكلام ده، هو اسقاط من اسم الفيلم مش اكتر. والمناسبة بتاع 2020 لما الاهلي كسب الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، تمام، ان الاعلان ده ما كانش ليه اي لازمة، تمام. وقتها على فكرة كان امام عاشور مقيد في الزمالك، وقتها اصلا محمد عبد المنعم ما كانش موجود في قائمة النادي الاهلي. وقتها محمد عبد المنعم رجع الاهلي بعد يعني الاداء اللي هو قدمها في يناير 22 لو تفتكروا مع كروش، الاداء الرائع في كأس الامم الافريقية لما تألق في نهاية يناير، راح النادي الاهلي ولعب مع الاهلي كأس العالم للاندية، دي كانت اول مشاركة دولية رسمية لمحمد عبد المنعم مع النادي الاهلي، كانت فبراير 2022 مع الفريق الاول ومارسيل كولر، وما كانش المدير الفني في ساعتها ايضا مارسيل كولر، كان موسيماني الجنوب افريقي لو تفتكروا. يعني فالراجل خد الفكرة، استوحى الاسم وطلع بيها على الاعلام، مجرد اعلان ليس اكثر من اعلان، تمام، وللأسف عامل حالة من السذاجة وحالة من الشياط موجودة على السوشيال ميديا، وطالع ناس بقى تدينا الدروس في التعصب، وانه ازاي ان الحاجات دي تعمل تعصب مع ان في السينما بيحصل ربط الحاجات اللي بتعمل بوم في كرة القدم مثلا، ده كان في فيلم اسمه بيبو وبشير، مع ان الفيلم ما بيتكلمش عن ماتش 6-1 والجوال بتاعت خالد بيبو واللي كان المدافع بتاع الزمالك وقتها بشير التبعي في الهتاف في التعليق الشهير بتاع الكابتن مدحت شلبي. انا متذكر مثلا يعني عبلة كامل الفنانة القديرة كان ليها شط كده وهي عمالة تغني وستة واربعة والاهلي ومعرفش ايه في احد الافلام. يعني زاد عن كده احمد عز نفسه اللي هو بطل الفيلم الاول هو راجل زملكاوي، مش كده؟ برضو كل دي حاجات، ويا ما حصل في السينما حاجات واسقاط وهزار، خاصة افلام لعادل امام كان اهلاوي، وافلام لنور الشريف وهو زملكاوي، وشحات ابو كف وعادل امام، تمام، والكابتن اكرام، وحاجات كتيرة جدا في السينما المصرية. ايه القصة؟ انه اعلان
فكرة استوحاها المنتجين بتوع الفيلم من الحكاية دي ومقاطعة جمهور الزمالك. وأنا مش هدخل في البيت بتاع أصل المقاطعة عملت إيه يعني. طب الفيلم حقق أعلى إيرادات، يعني جمهور الزمالك لما يقاطع إيه اللي هيحصل؟ لأن جمهور الزمالك لا هيقطع ولا جمهور الأهلي هيخش بكأس. هي القصة إنه إعلان ترويجي، ياما شركات محمول عملت إعلانات واستغلت فوز الأهلي بمباراة أو بتاع، وياما شركات مياه غازية عملت كذا، وياما حاجات كتيرة جدا عملت يعني اتعملت ومشيت في هذا الإطار. زاد المستشار تركي آل الشيخ نفسه، ده اللي الناس بتتكلم على الفكرة اللي استوحاها الإعلان لهذا الفيلم، هو نفسه من أكتر الناس اللي ساعدت الزمالك في آخر 7-8 سنين. يعني لو جيت الناس اللي اتبرعت لنادي الزمالك في آخر 7-8 سنين تمام ورتبتهم كده، نمرة واحد تركي آل الشيخ. وتركي آل الشيخ ده مش اللي جايب صفقة فرجاني ساسي ودفع لنادي النصر 4 مليون يورو بفلوس النهاردة، تعديل 200 مليون جنيه. مش الراجل ده اللي دفع المرتبات بتاعت فرجاني ساسي 2 مليون دولار كل سنة المفروض، واللي ما تعرفش راحت فين وفرجاني راح فين في القضية على الزمالك دلوقتي كسبها. مش الراجل ده اللي دفع قيمة جروس المدير الفني السويسري اللي مسك الزمالك ويعني وقسم معايا الكونفدرالية قبل كده، مش ده اللي دفع فلوس حمد النجاز، مش تركي آل الشيخ ده اللي كان دافع 5 مليون جنيه زيادة لطارق حامد على عقده مع الزمالك سنويا عشان يمدد عقده مع نادي الزمالك او يجدد عقده في وقت من الاوقات اللي هو التجديد الاخير قبل رحيل طارق حامد عن نادي الزمالك. مش كل الكلام ده حصل قبل كده؟ فانا مش فاهم يعني ايه المشكلة انه اعلان زي ده ينزل ما فيهوش اي قصة. بس في ناس انا اسف بتحب الزيطة، وناس بتحب تخش تعمل من الحب من يعني من الحبة قبة ومن الموضوع موضوع. لا الموضوع ده لا يقلل من نادي الزمالك ولا الموضوع ده هيزود النادي الاهلي. هو الاهلي مش كده كده كسب البطولة والزمالك كده كده خسر البطولة وده التاريخ اللي اتعمل. طب هو الزمالك كسب السوبر الافريقي قبل كده سنة 94؟ يعني هو لو حد عمل فيلم واستوحى فكرة او استوحى فكرة اعلان او استوحى اي حاجة من فوز الزمالك بكاس السوبر الافريقي ده قبل كده على الاهلي، حد هيزعل؟ حد هيزعل يعني يا جماعة؟ يعني انا عايز ان احنا يعني نخرج برا الرداء الضيق ده قوي. واكتر حاجة الحقيقة لفتت نظري او بتخليني يعني اشوف الموضوع ده هزار، ان الناس اللي بتتكلم فيه اكتر ناس زرع التعصب، هم دلوقتي اساتذه في التعصب ما عندهمش، ومش مستغرب اللي هم بيعملوا كده. بيقولك ازاي ده يحصل؟ ايه اللي دخل السينما في الكورة؟ وايه اللي دخل السينما في الاعلانات؟ ده كلام كله اي كلام في كلام واي كفتة في اي بدنجان تمام. يعني عايز اتكلم في اكتر من موضوع او اكتر من نقطة. الاول بس عايز اقول لكم ان النادي الاهلي بيجهز القسط بتاع امام عاشور اللي هيبعته لنادي ميتلاند الدنماركي. القسط ده قيمته من اقساط صفقة امام عاشور 1.5 مليون دولار. صفقة امام عاشور تفتكروا لما الاهلي جابه من ميتلاند الدنماركي بالقصة دي. بس انا عايز اقول حاجة لجماهير نادي الزمالك اللي عظيمة وجماهير نادي الزمالك الفاهمة والمحترمة. مش معنى ان امام عاشور ظهر ولما محمد مجدي قفشة ظهر في الاعلان وقال لك القضية جه هوت ان امام عاشور بيقلل من نادي الزمالك. على فكرة لا، نادي الزمالك اكبر من كده بكتير، وجماهير نادي الزمالك اكبر من كده بكتير. ولكن بقى اللي ناس اللي موجودة زي اسمه ميدو وخالد الغندور والدرديري والناس دي كلها، دول ملوك التعصب. واسامة حسن هيطلع مع مجد عبد الغني يقولك اللي اسامة حسن طالع يقولك جماهير نادي الزمالك جزمة اقل واحد فيهم برأي بيت ابو تريكا. طب ايه اللي جاب ابو تريكا للقصة بتاعتك يعني؟ يعني انت اسامة حسن ده واحد عايز يركب الترند بس، عايز يركب الترند بس، وهيطلع يتكلم على امام عاشور وهيجيب هيسلسفين ام الفيلم الارض زي ما انتوا عارفين. فالناس دي ما بتزعلش منها، الناس دي لما تتكلم اعرف ان انت بتاخد حسنات والله العظيم. الناس دي بتغسلك وبتغسل ذنوبك لما بتتكلم على السوشيال ميديا وبيجيبوا سيرة النادي الاهلي. اي حد عايز يركب ترند بيتكلم عن النادي الاهلي، ودي مصيبة في حد ذاتها وكارثة في حد ذاتها لما جماهير نادي الزمالك تفتكر ان الاعلان ده بيسيء لنادي الزمالك. ده مجرد اعلان ترويج الفيلم مش اكتر ولا اقل. فلازم يا جماهير الزمالك العظيمة تعرفوا كده.
شكرا يا صديقي ان انت عملت معايا الحلقة للنهاية، واتمنى ان انا ما اشوفش تعصب في السوشيال ميديا، خصوصا على قصة الاعلام بتاع امام عاشور وعبد المنعم وقفشة والمارسيل كولر في فيلم اولاد رزق الجزء الثالث. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.